يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي توصيل معلمات إلى منطقة تبعد من الرياض بحوالي 70 أمتر؟ يقول هل يجوز لي توصيل معلمات إلى منطقة تبعد من الرياض بحوالي 70 أو 80 كيلو متر، علما بأن أول من يركب معي 2 وآخر من ينزل 2؟ لا يجوز هذا، لأن 70 سفر، مقاربة للسفر، لا تذهب بهن فتحمل آثامهن. نعم، سفر النساء بدون محرم هذه مشكلة عظيمة ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، خطر على المرأة. أنتم تسمعون كل بعد مدة يسيرة يحصل حادث على النساء في الطرقات ويهلك منهن عدد، عقوبات من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يعرض لهن قطاع طرق ويفتكون بهن. هذا كله من جراء معصية الرسول صلى الله عليه وسلم لسفر المرأة بدون محرم. نعم.